السلام مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نوفيل فابريكاسيون. في هاد لا فيديو غادي نقومو بصناعه مورد للخدود والشفاه. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي سائل، كتاخذوا منه نقط وكديروهم فقط على الشفاه ديالكم والخدود باش كيعطيونا هذاك اللون اللي كيكون وردي وكيبقى يوم كامل. يعني المده اللي كيبقى هذا المنتج يوم كامل وهو عطي هذاك اللون وكيعطينا واحد المظهر صحي للبشره ديالنا. غادي نحتاجو في التركيبه 2 غرام الويفيرا مائيه، 4 غرام جليسيرين، 25 غرام مقطر الورد، 1 غرام فيتامين او ملون احمر اللي كيكون مائي وكيكون خاص بصناعه مواد التجميل. هنا الملون الا كنتو من النوع اللي كيفضل ان الخدود ديالو من يدير لها مورد للخدود يبغي يديرهم في اللون البرتقالي مثلا، او لا اللون دائما كيبقى على حسب الاختيار ديال اي واحد. هنا من بعد غادي نحتاجو مادة حافظة اللي كتكون ضرورية في حالة كنا غادي نستعملو هاد المنتج لغرض تجاري، اما الا كنا غنستعملوه فقط لغرض شخصي فما كنحتاجوش نديرو مادة حافظة. يلا نبداو. اول حاجة كنقومو بها دائما هي قياس المكونات. غادي ناخدو مقطر الورد وغنضيفو ليه الجليسيرين وغنمزجوهم مزيان مع بعضياتهم. فالجليسيرين ما كياخدش وقت باش كيبغي يتمزج لينا مع اي محلول اللي كيكون مائي. من بعد غادي نضيفو الالويفيرا السائله. هنا الا كان الغرض من صناعه هذا المنتج تجاري فضروري تستعملوا الالويفيرا سائله، الا كان الغرض من هذا المنتج هو استعمال شخصي فتقدروا تستعملوا الالويفيرا جيل وكتمزجوها مزيان مع التركيبه ديالكم. من بعد عاد غنبدا نضيف نقاط من الملون اللي قلت لكم خاصو يكون خاص بالبشره وكيصلح لصناعه مواد التجميل. كنبداو نضيفو الملون ديالنا نقط بنقط باش كنوصلوا للون اللي حنا محتاجينه. هنا كيف ما غتشوفوا انا غادي ناخذ واحد البول اللي غيكون كبير باش يسهل عليا انني نمزج اللون ديالي ويبان ليا اللون كيفاش داير. غنبقى نضيف النقط حتى تنوصل لهذاك اللون اللي كيكون احمر، يعني واحد اللون اللي كيكون مجهد، ما خاصش يكون اللون خفيف لانه ملي غنستعمل المنتج غادي ندير فقط نقط على الخدود ونقط على الشفاه ديالي فخاص اللون يكون مركز. هنا كما كتشوفوا حتى يبان ليا ان الكميه اللي ضفتها من الملون فهي كافيه في المنتج ديالي. من بعد غادي نضيف الفيتامين او وغادي نمزجو كذلك مع التركيبه، ودائما ماده حافظه اذا كان الغرض التجاري فهي ضروريه. كنبقى نمزج حتى تتمزج ليا التركيبه ديالي. من بعد غادي ندير المنتج ديالي في العلب اللي اختاريت. كتشوفوا العلبه اللي اختاريتها فهي غادي نقدر ندير منها فقط نقط في المكان اللي بغيت نخليه مورد. فهاد المنتج تيخلي لنا واحد المظهر صحي على البشره ديالنا، هذوك الخدود اللي كيكونوا موردين وكذلك الشفاه ديالنا كيكون فيهم واحد اللون اللي مورد. هنا اللون اللي استعملته كيبقى كذلك اختياري، فما كاين الناس اللي كيعجبهم اللون البرتقالي كذلك غيديروا نفس الشيء. مني غادي يضيفوا اللون البرتقالي غادي يحاولوا انه يكون لون برتقالي اللي مركز، يعني غادي يكون مجهد كذلك بدون افراط في اللون باش ما يكونش عندنا غير ملون. كيف ما كتشوفوا فاستعملنا كذلك الفيتامين او الالويفيرا باش كيكون هذا المنتج غني وما كياثرش لينا على البشره ديالنا. والميزه ديال هذا المنتج فهو كيبقى لمده يوم كامل على البشره ديالنا. الى اعجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وكذلك تشتركوا في القناه، ولا عندكم اي اسئله تقدروا تخليوهم ليا في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نوفيل فابريكاسيون. باي باي.